صريحة خفيفة كتير ومليحة الليلة دي قصة صريحة خفيفة كتير ومليحة هالقناة وعالزيحة هالليلة ولا كل الليل وهالقناة وعالزيحة هالليلة ولا كل الليل شوف وفرج شوف الليل عمي هالحساب هيدا ما عم يفيد بروسي ابدا. اي حساب؟ لا شو اي حساب؟ حساب المدخول والمصروف. ليك هيدا وين عقله؟ يا عمي انا رح جن انا رح اقفع روسي رح يقفع رح جن؟ جن شو بعمل لك؟ استاذ مفتاح فيك تسمعني ندفع عود لقلي. عجل عجل قبل ما يجي ابو نصرة. لك يا عمي انا كنت اخذ بالشهر معاش 150 الف ليرة كانوا يكفوني وزيادة. هلا طلع 300,000 ليرة، ايه ما عم يكفوني 15 يوم. أنت صريف يا أمين. أنا صريف. لشو صريف؟ أنا تيابي من البيلة وباكل زيتون وبطاطا. وما عاجبك؟ لا نحمد الله ونشكره وأنا معمول معه جبنة، بس أنا عم أقول هالمصروف وين عم يروح. طيب وأنا كمان مصروفي كتران. بعمل شعر، بعمل قصايد، وببيعها وباخذها وما في بالبيت غير أنا وأمي. اسمعي لقلي. نعم. خبز بالشهر 25,000، بطاطا 37,000، اجرة البيت 31,000، مصروف جبنة ولبنة وخيار وبندورة 35,000، يعني صار المجموع 128,000. لقين يفضل معي 25,000 ليرة، اليوم بطلع 300,000 ليرة وما عم بكفى. طيب وين راح زيادة المصروف؟ هيدا اللي ما عم اعرفه. لك انا رجع عيد حساباتك من جديد. المصروف يلي كنا عم نصرفه وهو هو زيته مبين ال 130 وال 140 الف ليرو. طيب شو صار معك مصروف جديد؟ ها ماي ما كنا عم ندفع، صرنا عم ندفع 160 الف ليرو بالسنه. ايه ها كانت ايام فوضى. كهرباء صرنا عم ندفع بين 80 و 90 الف ليرو. بين المصروف ضريبة البلدية 8%. هيدي كلها ما كنت تدفعها وتليفون؟ هيدا تليفون انا ما عندي تليفون.
ها شفت؟ في أشياء كتير الناس ما كانت عم تدفعها واجت كل مرة واحدة والمدخول قليل. شو يا مفتاح؟ ركبوا التليفون جديد؟ ايه نعم ركبوا التليفون جديد. شوفوا أمين شيف وراق وقلام شو في حسابات؟ شو هالحسابات؟ شو في حسابات؟ عم نعمل حسابات لهالناس اللي ما عم تعرف تحسبها. خلص ابو نصرة عم يعمل كل هالحسابات ولسه ما عملت حساب المرض. خلص خلص يا امين هلا دوري معلم ابو نصرة. شو معلم ابو نصرة هيدا؟ استاذ ابو نصرة. استاذ مفتاح وبس. تفضل. شو هيدا؟ اقراها بتعرف. اقرا لي اياها لشوف. انا عم اقدم لك ورقه استقالتي من الشغل. ليش يا مفتاح بدك زياده معاش؟ لكن شو لشو مقدم الاستقالة مع العلم انت اول يوم بتنزل على الشغل؟ معقول معقول انا شاعر كبير واستاذ يعيطولي ويقولولي يا مفتاح تعا جيب لنا شاي او قهوة او 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 لا لا مش معقول انا خلقت لكون الشاعر الاستاذ مفتاح. ليش مين اللي قالك انه انت جرسون صغير؟ انت جرسون كبير 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 كتير. بعدين خليك بشغلك لحتى شوف واحد استاذ غيرك يشتغل محلك. انا لح اعطيك مدة شهر لتلاقي واحد يشتغل محلك. انا ممنونة. ليش اليوم قديش بالشهر؟ ما بعرف. اليوم 5 بالشهر. يعني لخمس شهر الجاية بتترك الشغل بيكون جبنا واعي. بس لك يا مفتاح هذا اجتنا شي حفلة برانية مشان تقدم فيه شعرك وتقدم المطربين بدك تروح. طبعا الشعر ما دخلوا بالقهوة. فوت اعمل لي فنجان قهوة فوت. حاضر. وانت يا امين قوم ضب هالوراق وضب هالقلام روح شوف شغلك احسن ما قاعد تضيع وقتك بهالحسابات. ايه معك حق. قوم مظبوط. روح انا روح بعمل حسابات غيرهم. شو هيك؟ فوت ابو نصر. مع سلامة. ليك حط لي طاق منه كمان 40 كيلو مانجا لاص البغل. هادي اللي هيك حبة كبيرة كلها هبل. ما بغل بعرف. ايه. حط لي في 30 كيلو تكون حبة كبيرة أكيد دنيا. أكيد أكيد دنيا؟ أيوه. ما في بهالأيام أكيد دنيا؟ تعالى سيبهم من المغرب تغلي المغرب يكون أحسن. شغل المغرب؟ هيدا ما بيعطفوا المغرب بيعطفوا الصبح. ولك يا ابني ما بيقطفوا عم نقول لك جيبهم من بلاد المغرب. آه. من المغرب. من بلاد المغرب. شو اكيد يا شغل المغرب مر معلم. لك يا ابني قلب خليك حدي انا زلمي بتلد وبحب ليحتي وبلوي هيك راسي بفتح لما بتم ليحتي. بامرك يا ريس. ايوه خليك لحظه حدي. لحظه يا ريس جينا تليفون. تليفون ما بدك بطيخ. لو اسمع الو مين الرئيس فهمان؟ نعم نعم موجود. مين هذا؟ مين بريدو المحامي؟ لحظه 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 المحامي عايزك رئيس. ايه الو هو سبيكين يس فهمان. نعم لا 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 لخي واذا بدك تطلعني عطيه مهم انا قبل الساعة 4 مني فاضي عندي اشغال كتير عم اعمل محاضرة انا وخي قطع. طيب الساعة 4 بدي لعندك ومن تفوتوا بنعمين. اوكي جود لوك. تيك شو رئيس فهمان شو بده المحامي؟ خي طق عنك قال بده يخبرني على اشياء مهمه. هلا انا فاضي له لاستغله بعدين اعمل له بروح بعمل له شو بده. لا لا خليك وصلنا يا طارق. شغل المغرب شغل شو شغل المغرب اللي قلت عنه وانت ايوه قلنا عنه اكيدني يا شو وبتعمل لي كمان فوق منهم لا بتجيب لي هذا شو اسمه هذا اللي هيك طويل الكالباتاتو. لا هيدا أبوكاتو. أيوة 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 هيدا الأبوكاتو بتجيب لي منه 70 حبة بالصندوق ولا بالحبة دي؟ هيدا بالحبة. بالحبة يجيب لي كم 240 حبة بس يكون لونه هيدا الأسود. الأخضر أكيد. يا خي لا أنا بدي أكل أنا بحب الأسود. وأنا بحب الأخضر. حطهم أخضر لكن. ها. ليك وجيب لي كمان شوية بطيخ. بطيخ. وشو اسمه هيدا؟ بطيخ أحمر. أحمر جيب لي 70. بطيخ كحلة. ايه حط لي 90 وحدة حبة هيك أناناس. أها. أيوة أيوة. 90. أيوة. أناناس. ولك مش أناناس. مناس يا ابني أناناس. بعرف. ما هيدي فواكه للناس. أيوة. هذا هو. هذي. تعال الباب يا ابني. ايه ايه في أمرك. شوف مين إذا. وحط لي. أحمد زغلول. أحمد درباز.
مرحبا ريس فهمان. يا عند البيت عزيز بدونك يا متفضل تقعد البيت. قول بعت ورايا. الحقيقة يا البيت أنا بعت ولاك بدي أطمن عنك وعن أخي وحبيب قلبي أبو سليم. كيف عايزين؟ ملتاحين؟ مبسوطين؟ وخصوصي ابن عمك أبو سليم. أنا ما عم بشتغل، قعد مع ابن عمي أبو سليم بضيعه. وابن عمي ابو سليم ضايق وخلقه، ولانه هيدا ما بيقدر يقعد بدون شغل. يعني متضايق ومزعوج ومن مبسوط كثير كثير. لا 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 زعلتني زعلتني يا دلبيت. توقع دلبيت. نعم. الليلة شوف يا ابني انت لما كنت تشتغل عند هذا شو اسمه هذا بالقهوه؟ ايوه عند شكره. ايوه شكلي هذا الولد ابو نصر. ابو نصره قديش كنت تاخذ معك يا ابني؟ انا كنت اخذ 250,000. شو لقيك يا دلبير؟ قلب يا حبيبي قلب يا دلبير. اعطيك فوق منه كمان 250. عاش. انت بيصيروا 500 بكفوا يا دلبير ولا قليل؟ انا تحت امرك، انت قول شو بدك. بضرك زغلول؟ لا 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 لا، انت مقتني هيك وملتاح. تمام. فاذا فوت يا دلبير اعمل لي فنجان قهوه. حاضر. واحد لمناضلة أفعى مشى وصيد زغلول. حضر يا ريس فهمين. نعم. بدك شي غيره؟ حط لي لقلك 780 صندوق الصبار. صبار. وحط لي كمان 30 علبة طن. طن؟ أيوة طن. أنا ما بيكل طن. شو بتاكل؟ أنا بيكل سردين. خلص حط 80 صندوق سردين. ها ها 80 صندوق. وانت بتحكي يا زغلول؟ ايه ريس فهمان، انا بدك تحط لي 2 كيلو بسترمه و2 كيلو سجق. ايه عم لك يا ابني ما نقيت لي غير اكله، هيدي الها ليحه ما فينا نعملها التغليه. بقى بحبه. بحبه؟ ايه لكن. قيد له 70 كيلو بسترمه. 70 كيلو بسترمه. وقيد له 30 كيلو سجق. سجق. وحط لي 40 علبة بارفان مثلا نغير له ريحته للزغلول. شو هذا بارفان؟ بلتين هيدي اللي بتصطوها هيك. ريحة زهر. ريحة رئيس فهمان. من أيو ريحة صوتك هاي بالمجلة هون بالاقتصاد عم يحكوا عنك. رئيس فهمان ريحة من أي نوع؟ حيوة ديب الأنواع كلها هيدي تاعك تبلد بالله. وهي المجلة التانية حطيني لك صورة فيها. بدك شي غيره؟ لا ما بدي شي. وينك؟ شوفي وعطن سبقوة الغلطة كله ولا طبيب وفرائل كنا معيدين كله. وهي مجلة كمان. وهي مجلة معيدين. شوفوا شو رئيس، هاو دفعنا حقهم 780,000 ليرة ناولنا. دفع 780,000 يا زغلول. هلا هيدي البسطولة هون هيدي انا؟ لا بيشبه هاد. بيتفقنا؟ بعملك معلم. ايه؟ انا هدول بعملهم مع عيلي. بدك تعملهم معي انت؟ حاضر. قوم لسوق. بعملك. اوين بدي بطلع ما تخلي تسوي لي تلاقي اوين؟ بعملك معلم. صحيح. يلي بتبع بعد قله سوف يكون مملود. يلا يا بالبيت. جيب لي الشاي. هو ابو نصر مبروك التليفون. شكرا يا معلم. شكري. شكرا. تفضل يا استاذ. شكرا. وين السكر؟ منا مكتر سكر؟ طبعا طبعا. لانه قال معي سكري وقال لي الدكتور وداويها بالتي كانت هي الداء. شكرا يا مفتاح. شكرا. اي نعم استاذ بلبل. نعم. في عندي قصيده جديده عاملها، بدي اسمعك اياها بركي بتتلحن. يا ساتر زمانة. ايه تكرم عينك تكرم عينك. شو هالقصيدة هيدي؟ رجل سار على الطريق فتفركش وبساق سيدة جميلة فتكعبش فضربته بوكسا على قصقل أنفه فتطحبش. حبيبي. فراح يعوعل مستغيثا أسمع بنغمته حتى الأطرش. يا حبيبي. شو هيدا؟ حبيبي شو هالشعر العظيم هيدا؟ يا سلام يا سلام. يا أمني قصيدتك ما بدها تلحين، ملحنة خالصة. دخلك عم يجي صوبكم شي أبو سليم؟ الحقيقة يا أستاذ بلبل صرنا زمان ما شفناه لأبو سليم. أستاذ بلبل نعم. قديش اليوم الشهر؟ اليوم 7 بالشهر. 7 بالشهر؟
كيف ما انا من جمعه سالت ابو نصره وقال لي اليوم 5 بالشهر. وليش عم تسال كثير؟ مستعجل تتقبض المعاش؟ يا استاذ بلبل، معقوله استاذ مثلي شاعر طول وعرض اني اشتغل هات نارة وخد مي وجيب قهوه وخد شاي؟ يا ابن الشغل مش عيب؟ مش عيب، بس ليلي مثلي عيب، وخصوصي بعد ما عرفوا الناس. يا مفتاح روح شوف شغلك. روح. شو ابو نصران؟ شو هيدا؟ عندنا مطنش. وعلى شو مطنش؟ على الاجار. ليش امتى بيستحق الاجار؟ بعشر الشهر. اليوم 7 الشهر، يعني باقي 3 ايام لا يستحق. يعني ما بيسوى تعطيني قبل 3 ايام؟ شوف يا اخي انا ما بدفع الا بعشر الشهر وبس. طيب واذا كنت معتاز؟ هلا انت معتاز؟ يا جماعه كل الناس كل واحد منا معتاز، انتم ممكن حاسين بهالجمود اللي بالبلد. قل له يا استاذ بلبل، قل له يا استاذ بلبل. نعم. طيب شو سبب هالجمود بهالبلد؟ وعزي ذلك الى سببين. السبب الاول انه بعض الناس عم يساهموا بفلوسهم بسندات الخزينه، ومثل ما بتعرف ما بيقدر يسحب ولا ليره الا بعد مرور سنه او 6 اشهر حسب الاتفاق. وبهالطريقه وقفت كل الاعمال والتجاره. معلوم وقفه. طيب يا استاذ شكري. نعم. بدي اسالك سؤال. تفضل. هلا المحل التجاري قديش بيربح بالسنه؟ يا سيدي قول 20%. 20%؟ هذا البنك المركزي عامل سندات خزينه وعم يعطي فائده 37%. 37%؟ طبعا. لشو التجاره بقى ومرض القلب؟ بدك تدفع كهرباء وخلو وعجار ومي وبلديه وضريبه وتليفون. دخلك يا سيد شكري حد علمك بعد عم يطرحوا سندات خزينه؟ ليه عم تسأل يا أستاذ بلبل؟ بدك تشتري شي سندات خزينة؟ يعني الحقيقة أنا شاري، لكن يعني بحب اشتري شوي كمان. أستاذ بلبل؟ نعم. انت هان وريس فهمين عزك؟ ها دبيس؟ نعم. وينه أبو سليم؟ صلي الجمعة وما شفته. وليش بقى؟ لأنه أنا عم بشتغل عند فهمين، ما عم بطلع الضيعه. شو عم تشتغل يا دربيس؟ عم بشتغل مشرف على التشريفات. حلو. شو؟ مشرف على التشريفات. لا هيدي صنعة جديدة. استاذ كروين عشو منقول له للرئيس؟ عفوا بيقولوا لك كروين. نعم نعم. عشو منقول له للرئيس فهمين؟ انا هلا بشوفه ماشي الحال. يلا انا بدي اقوم بقى. يعطيكم العافيه يا استاذ بلبو. نعم. شو بده هالمتعب فهمين؟ هلا لا شوفه بعرف شو بده. يعطيكم العافيه. عود عود اشرب لك كبايه لمونادا. عود في لمونادا. لا 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 ما تشرب فهمين، بده اياك ضروري، يمكن في مصلحه معه. بسرعه انا بشربه عنك. صحتين. شو عم السكر؟ انت رايك من رايي بشو؟ يعني بدك تقول في ناس اذا اجتهم رزقه ما بتلبق لهم ولا بيحافظوا عليها. مظبوط. وخصوصا هذا فهمان واحد منهم. معك حق. ما بظن يمكن هودا. لا ما هودا. اذا ما هودا بيكون وهودا. شو هودا؟ الوراق اللي عم تدور عليهم. اين الوراق؟ ما بعرف. لك كيف ما تعليف؟ لك انا صار طمين. عم تساعده. عطوة عم تساعدني؟ باللي عم تدور عليها. شو فيه؟ عطوة انا عم دور. لا قوم اتكلتي. قوم قوم افتح الباب. قوم دفني بهم. قوم. ايه بفتح. ليش ما بفتح؟ يلا ها يلا. اهلا اهلا استاذ بلبو. فهمان ايه مرحبا. اهلا اهلا اهلا. أنا سألت عني وعاوزني. الحياة تفضل يا أستاذ بلبل. خير إن شاء الله. كل أيام الخير يا أستاذ بلبل. يعني مثل ما بتعرف إنه أنا بعد البحث والتضييع حكيني المحامي. نعم. بما إنه أنا طلعت وليد عمي الوحيدة، يعني ما في ليلة أنا طلعت الوليد. نعم. وقت التبيين عرفوا في وليد تاني. مين؟ ما قال لعمتي بتقول لها طلعت واحد تاني بيقول لها عمتي. مين يعني؟ طلع على اخت؟ طلع على حنان؟ طلع على ايه؟ اه ايوه. وهيدي ما تجوزت؟ هي تجوزت. بس ما قالت له انما ارثو اللي اخذ من اب تاني. يعني ما معي خبر. طيب طالما هيك وما اجاها اولاد، وين المشكل؟ المشكل قال انه قال لانه طلع على اخت وحده ثانيه. وهيدي الوحده الثانيه بما انه اختها طلعيه بس من غال اب. يعني معناتها بتورط. طبعا بتورط. يب اذا بتورط حسب ما سألت وقالوا لي انه هذه فيها مثل كبيرة ويمكن تودي لبتاكة ويمكن تصير فيها حبس ويقولوا فيها تدوير. طيب هلا الخلاصة الخلاصة، يعني انت هذا اللي ما كنت عامل حسابه. صحيح. يا استاذ بلبل انا بتلفيت باسم الثقيل والاخوة والصحبة. نعم. خليني اياك ويطول لي عمرك يا استاذ بلبل. تسلم. انا بهالامور مثل ما بتعرف يعني تيسر مني فهمان.
بدي اياك تدبلي في محامي حتى يفهمني هالموضوع. انت بدي اعمل انا بعرف محامي شاطر رح استشيره بالموضوع. كتر خيلك يعني انا ما لي غيرك ياثر بالموضوع. تسلم يا وجبتنا. لا قاعد البيت حاضر اعمله في الدل اول. لا 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 انا مخفف القهوه اذا شيء بارد هيك يعني. لو اعمل له في الليمونادا. ليمونادا لا لا في الليمونادا صار لا اتخن بطيخ. اعمل له مانجا. لوح مانجا وين؟ ما بيقولوا مانجا. تقولوا ما بيعرف دربيس. تقولوا بالمصري بيقولوا مانجا، باللبناني بيقولوا لومانجي. الله ما نجينا يا رب. شوف هيدا يمكن لانه مكتوب تحت محومة. شفت لي هذه في البلبل؟ عجبك ست ليلى؟ جمعة سبعة ايام لا خبر ولا مخبر عن دربيس. ما عم يشتغل مع فهمان. يشتغل مطرح اللي بده، بس يقول لي يودي لي خبر. انا ما بعرف هالانسان لغز محير. ها سعديه هون. اهلا وسهلا. اهلا فيك استاذ. كيف حالك؟ عجبك درباس نزل من الضيعه من اسبوع ولا الا لوين رايح ولا وين جاي ولا امتى بيرجع. يكون بعلمك ما راح يطول، راح يرجع على البيت. ايش خير شو في؟ قال حضرته فهمان طلع له ورثه من عمته في الاردن الله يرحمه، راح عمل كل المعاملات على اساس هو الوريث الوحيد، واذ فجاه بيطلع للمرحومه عمته اخت من امه، ولا عم طالب بحقها من الميراث. منين بده يدفع؟ ليش صرف كل المصريات؟ هلا صرف ما صرف انا شو بيعرفني؟ انا اللي بعرف انه هالست هيدي ما بتسكت عن الدعوه الا ما تاخذ حقها من التركي من الميراث. هالانسان ما بيقدر يقعد عاقل ابدا. انا مش عم بعرف ليه هذا اللي اسمه فهمان بيضلوا يتصرف هيك. استاذ بلبل. نعم. شفت درباس؟ درباس ايه شفته عند فهمان؟ ما انا مرقت لعند فهمان وسالت عنه، قالوا لي منه موجود. هلا بيكون بعتوا شي مشوار هيك وهيك هلا بيرجع. دخلك مطول عنا بهالبيت. يخلص اجاره يا ليلى. لا يخلص الاجار. طيب انا بالاذن. طولي بالك ما شربتي القهوه. معلش بدي لحق اطلع على الضيعه بكير. طيب سلمي لنا ابو سليم. بس ويني قولي له الاستاذ بلبل زعلان منك كثير. ليه زعلان منه؟ كنا نشوفه كل يوم، هل هالمره قطعنا بالمره ما عم يطل ابدا. حاضر بس شوفه بقول له. انا مشتاق لك كثير. قولي له الاستاذ بلبل مشتاق لك. اهلا سلمي. لا قلت له ولا قال لي بابا قدامك الصفلي منك له. بابا بدي اشترك بمادة الموسيقى اتعلم على البيانو. اه الموسيقى فنون رفيع عظيم جدا. ايه بس بدي ادفع اشتراك $50 بس. قديه؟ $50. لا انا بعلمك عود احسن. درباس هون؟ ولو يا سعدية ما في مرحبا يا اسعد، ما في يعطيك العافية. كيفك عمو اسعد؟ منيح. ما قلت لي مين؟ سعدية؟ اشو في لحقتني لهون؟ لحقتك يا درباس، جمعة ما بعرف عنك شي، مو بدك ياني اسأل؟ عشو بدك؟ شو بدي؟ ماشي، خلص طمنت عنك. إذا بتريدا روحي ارجعي من مطرح ما جيتا. محلح يا درباس، عاك بيحكى؟ عاب عاب، هودي الستات يا أسعود ما بينعطوا ريق حلو. روح عنا. مين سعدية؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالست سعديه. شو مبين لوحدك؟ وين مخيك ابو سليم؟ فوق بالضيعه. ولو ولاد ما اذا معك؟ ليش شو بده يجي يعني؟ يعني بالقليله يقول انه كان في انه صاحبه انه خي اسمه فهمان ضايحين لحنا وياه زين لحنا وياه اكلين لحنا وياه ما اكلنا الا قوه وحبيب قلبي ابو سليم. ليش الفصل يلي عملته حدا بيعمله؟ ليك اخوك ابو سليم ما عمل ضق معي اونطه واخذ 3 مليون و3 مليون اخذهم هذا اللي اسمه استاذ بلبل. لك اخ منك يا بلبل اخ. درباس الجمعه طالع على الضيعه؟ لا منو طالع على الضيعه؟ لا ما بدي طالع على الضيعه كونه انا عاوزه. معلمي عايزنا. معلمه؟ عايزنا. ايه ريت هل قولي وكفيه وقولي ليت العصا تعلم بذنبك وبذنبه. انت قلتها معنا. شوف يا درباس. نعم. هيدي مرتك بدك تلبيه. معك حق. كونه طالعه مثل حكاية خي ابو سليم. معك حق. ايوه. الو مين؟ استاذ المحامة؟ ايه 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 موجود. قل له من هون. قل له من هون. بقول له من هون. لك يا ابني ما تقول له على التليفون مني هون. هيك اتوب. الو ايوه نعم شو هالحكي؟ دكتور نغمه شو؟ انا بدي ادفع 30 مليون.
30 مليون ليرة؟ لك يا عمي، لك كيف تدخلك بحثك لما أنت المحامي تبعي؟ من بدي تدفع 30 مليون ليرة؟ أنا دب الأموني دب الحالة، لا توكل لك محامي. طيب طيب أنا لا توف لا توف تبعي لو اتصلنا فلا بدي عندك. أسلم عايش فهمي، بدك تدفع 30 مليون ليرة؟ لك تأمين يا قطعة، تأمين 30 مليون ليرة بدي ادفع. ما بقى معنا شيء، يعني رح ترجع على الأرض حاكم يا صوت. إيه. وانت لا زعلان، بترجع حليمة لعودتها القديمة. ولك اسكت انت وياه وفلوتوني فكل شو نعمي بعدك بهالعودة على الشباك؟ ولك ما تعبتي من وقفة هالشباك؟ شو بدنا نعمل؟ ما نتسلى يا ابني. في احلى من هالتسليه، مراقبة الناس وتنوضر على الناس وتطليع الناس. لا ماني غلطانة ابدا. دخلك وين ما عم نشوفك بهالايام؟ بشغل بشغل. يعطيك العافية. اهلا بابو السلو. ابو نصر قاعد صافي، شو طمني كيف شغل القهوة ماشي الحال؟ الحمد لله بألف نعم. لكن بيان وين الغيبة معك بيان؟ ولك يا ابو نصر هلا موسم رش. أيوة. إذا ما لحقنا الموسم ورشينا العنبات والتينات والغرادة بينكب الموسم بيتلف. معك حق. ايه ما سمعت شو صار؟ لا لا لا، ما انا جاي متشوق متشوق لاسمع شو صار. يا خيي فهمان، بعد ما ورد هالورده طلع للمرحومه قرايبين. ما فهمت. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني تصرف بالمصريه. إيه؟ هو اخت عمته للمرحومه. إيه؟ عم تقول له بدي حصتي احسن لك. ها يعني بدي حصتها من الورده. إيه؟ ويعطيها ما صرف المصريه. صرف المصريه طبعا. وشو بده يعمل هلا؟ يا خيي بعثوا له انذار. ايه؟ اخت عمته قالت له ليك فهمان، اذا ما بترجع المصريات بدي رجعك على الحبس. ما تخاف على فهمان، بلاقي 100 طريقه يزمط من القضيه كلها مثل الشعره من العجينه دي. ما هو معك حق، بس هالمره ما حفي يزمط. هيك اولاد؟ ايه طبعا. ايه معقوله؟ شو يا خيي؟ شو؟ كيفك انت؟ تمام. ايه؟ تمام تمام. شو هيدي اللي معي؟ طرمبه الرشه. ها؟ هيدي اللي بنرش فيها، اشتريناها وطلعناها، اشتغلنا اول يوم تاني يوم خربي، نزلنا له اياها، قال مدري شو حاطين مجمد فيها، زبطها واعطانا اياها. مشي حالها يعني. ايه مشي الحال. دخلك درباس عم تشوفها؟ معامل شوفير عند فهمان. يا عمي هالدرباس ما عنده امنيه بهالدنيا كلها الا يعمل شوفير. وعمل وعمل. ايوه تسمح لي يا ابو نصر. وين قاعد؟ بعد بكير يا خي. يا خي بدي اطلع، لانه انا بدي اطلع بالبوسطه هلا، لسه نص ساعه زمان، ساعه زمان ما بعود بلاقي بوسطه، بصير بدي اطلع بالتاكسي. يا خي بتلاقي استاك مستعجل لنضيفك قهوه. مرحبا يا شباب. هلا باسعد. ابو سليم هون؟ لا هونيك. هونيك؟ ايه. شو عم يعمل هونيك طالما هو هون؟ هلا فيني افهم شبك انت؟ كيفك انت وفهمان؟ طمني عن اخبارك. عود لخبرك عود. هات لنسمع لنا خبريه جديده. اجا البوليس واخذوا لفهمان على الحبس. هيدي انا حاسب له اياها، لانه هذا انسان دغري ما في يمشى، واللي بيمشي هاك وهاك وما بيمشي قوي ما اخرته يا بالحبس يا بالمستشفى. صح. بس هو بيحبك كثير. يا ابو نصر شو بيحبنا؟ شوف شو بيحبنا، قد ما بيحبنا قاعد ببيت مستور فيه انا وماشي حالي، تم يحور ويدور لاستلم البيت وطلعني من البيت واحتل البيت ودفع مصريات شويه التين حيشتري من البيت بس تيرضي غريزته انه طلعني من البيت. صح. لحق المتل. ايه. قال قوم تقعد محلك. ايه صحتين على قلبه خليه يقعد محلك. هلا بتسمحوا له؟ لا 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 ما بصير تروح، بدنا نشرب قهوه نحن وياك. خي ابو سليم انت هون؟ لك صرت بشتقلي. انت وينك؟ وين ما عم تبينا؟ شو عم تعملي هون؟ انا جاي اشوف نعمه. جاي تشوفي نعمه؟ تطلعي توقفي حدا على الشباك وتبلشوا بتركيب المقلات وتنوضروا وتشوفوا. ولك من راقب الناس مات اهم من تركيا، شو بدك فيهم؟ انا يا خيي بحكي على العالم. انت؟ لا. وين عم تنامي هلا؟ عند نعمه. عند نعمه؟ ايه. وزغلول جوزة وين عم ينام؟ الزغلول واسعد ودربيس عم بيناموا عند فهمان بالبيت. مزبوط. هيدي مزبوطه، كلياتنا عم ننام بفرد بال. ايه لكن يا اختي اذا شفتي لها دربيس تبقي سلميلي عليها. الله يسلمك. ايه بدكم شا؟ سلامتك ابو السلو تبقى طل. يلا بخاطركم. وانت وين حتروحي؟ حتبقي هون؟ ايه حنام عند نعمه. بس انا عايزك ابو سليم. شوفي وري رايح بتلحق البوسطه يا اصعب. مش بحكي معك على الطريق. يا سعديه. شوفي النصيحه مني، ابعدي عن هالجماعة. لا شو بهم؟ البعد عنهم غنيمه. ايه انا بعرف شغله. شغله
انا قلت لك وخلص. عم نشوفك. هي يعني مثل ما بتعرفي انا ما بقى فاضي مثل الاول لطق الحنك، صرت من لزان الاعمال. ابي البق لك. بس يعني اذا كان الاستاذ بلبل حتى ما بتعرفي بتاخر شوي، خليني نروح وبلدع مطوال تاني. بصراحه هو وصل يجيب شويه اغراض وما بقى لا يرجع يعني. لكن قليل الاستاذ فهمان. ها اهلا وسهلا. اهلا بالاستاذ بلبل. اهلا كيفك؟ خذي يا مرات. يسلم عدياك. يعطيك العافيه. اهلا. انا تفضل تفضل. شو سألت عني؟ الحقيقة يا أستاذ بلبل إحنا معودين ناخذ رأيك الحلو بما إنه أنت كبيرنا وأنت بتفهم الصغيرة والكبيرة. تسلم. ومثل ما بتعرف قصة عمتي والمسك اللي علقانين فيه وطلع على أخت تاني. بعرف بعرف. هلا شو المطلوب مني؟ يا سيدنا طلبوا مني 30 مليون ليرة مثل ندفعهم وأنا ما معي غير 10 مليون. ها معك 10 مليون، يعني ناقصك 10 مليون. صح. وجاية تتدينهم مني؟ لا هي. الحقيقة لا. أنا زي يعني فكري إنه ما أنا أخذت البيت منك استأذنته. نعم نعم. وبوقتها يعني أعطيتك أنا 6 مليون. أيوة أيوة أنا. ففكري إنه بلكي بتلد لي يومهم يعني. يا فهمان يا فهمان، أخذنا منك 6 مليون صح؟ صح؟ أعطينا 3 لأبو سليم. أيوة. أخلو إجر مسكين أبو سليم وأنا أخذت 3 صح؟ صح. منين بدي يدفع لك 6 مليون؟ على كل حال هلا انت بتقول له لابو سليم كلمتين حلوين. انت بتعرف تحكي ما مثل حكايتي قبل. بتقول له يدل لي 3 مليون بدي لي اياهم. وبركي ما قبل ابو سليم. لا بده يقبل واطلبه. لا بتطلبه ما يقبل. هلا لو قبل ابو سليم يصطفل. اما انا اخذت 3 مليون منك ومعي كم مليون اشتريت فيهم سندات خزينه. يا عم بتوال حكي هذا. كل ما حكينا مع واحد بيقول لي سندات خزينه. كل ما واحد قلنا له على ليرة بنروح حطيناها بسندات خزينة. يا عمي هيدي سندات الخزينة عم تأذي الناس. ليش يا فهمان؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ طبعا. هلا واحد حط 65 مليون عند الدولة وأخذهم بعد شوي 100 مليون، بيكون عم يساعد ولا عم يخرب؟ لا عم يخلي، لأنه معناته ما في حدا عم يشتغل، كلياتهم عم يحطوا المصريات بقلب السندات الخزينة وقعدوا على بلد. طيب طيب وأنت ليش زعلان دخلك؟ أنا زعلان يعني من يا خيي لما كان انا معي 60 مليون ما حدا عندي حطهم انا سندات. انت بتعرف شغلك يا فهمان. يعني معلش من بعد عمرك يا قدير بدنا. انا عمرك هيك طول طويبك. انا قلبي طيب. ايه طيب. انت كلمتك مسموعه وما تلدع. بعت ولا ابو سليم وقل له توف يا ابو سليم. لدله 3 مليون لفهمان ما بيقول لك لا. هلا اسمع شو عم اقول لك. اذا ابو سليم قبل يرجع فانا لا اقبل. لا اصبح انت منك وهيدا صغيره ابدا. لا صغيره كبيره مثل ما بدك. لا لا بدك كلبك كثير استاذ بلبل. لا 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 شو في شو في شو مو عم بيصرخ؟ لك يصرخ تيشبع. قال شو؟ قال بدي رد له الفلوس اللي دفعهم اجار البيت 6 ملايين. ليش هو لما استاجر البيت دفع المبلغ كله؟ لك هذا فهمان مسكين مفتكر حاله فهمان وهو لا يفهم شيئا. بالبيت ما في مرة ما خد يكون بعد. أنا بعرف عيدي بطوطوط. أسعد 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 لك يا أسعد. شبك شبك شو قصتك ما تسمعني؟ شو معنى شايفني مشغول عم باكل؟ ما بلش؟ لا مش قادر بلش روق شوي. أسعد شو؟ وينو فهمان؟ ما بعرف. ودربيس وين راح؟ قلت له عم ضايع عنده لأبو سليم مشان عز وفهمان. يعني ما بلش معلم. لك سقط منا هذا منا. أسعد هودي الشباب اللي جبناه هون للريس فهمان اللي بياكلوا راس الحية. ياكلوا راس الحية؟ نعم. هودي الحية بتاكلوا. شو عم يقول هذا معلم؟ يعني ما نبلش؟ ها؟ شو عم تقول شو عم تقول؟ يعني بدنا نبلش. بشو بدك تبلش؟ شو هذا؟ هيدا عم يزعل عن جد؟ نعم مساء. افتكرته عن جد وقال لي رقبتك بدي فكر. فكر؟ لكن؟ خذ هيدا. وهيدا شو هيدا؟ هيدا عن جد. يعني شو رأيك تبلش؟ شو هيدا شو هيدا؟ طلع معك ريس. بلش يا ريس. كيفك الريس كيفك تبلش؟ صلصة يا دغلول. هيدا عم ياكل راس الحية. مين هذا ليه؟ هودي الشباب اللي جبناهم بياكلوا راس الحية يا ريس. هل بالك يا سفلة؟ قلبك! شو بلش؟ نفسك. هذا اللي بدنا ناكله راس الحية؟ لك هذا اللص البسام ما بياكله هذا بدنا ناكله راس الحية؟ كويس حسب الدفع اللي انت بدك. خليني نوقف على الباب منيح. خليني نوقف على الباب. قال لي توف يا أصعب. نعم. وينو البيت؟ ما طلع حدا عنده لأبو سليم؟ لا ما حلو يزيد تأخر كثير.
شو بعمل؟ ما بعرف شو صار. انا كيف بدي اعرف اتصرف؟ ما بدي انهي هالمشكل هيدا لهيدا بالبيت حتى تشوف اتصال بينه وبين ابو تليم هو ابو نصره. ما انا بدي اشتغل كمان لك يا طارق. ما بقى الا يتصرف من زمان. اهلا خير. شو في بيعت ورانا؟ يا اهلا وسهلا يا ابو تليم. تفضل يا ابو تليم. تفضل تلف. اهلا وسهلا. تفضل يا حبيب قلبي يا ابو سليم. ريس ما تقلقش. تفضل 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 ابو سليم. تفضل. اهلا 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 اهلا. شرف حبيبي يا ابو سليم. صار عندك زلام؟ لا الحقيقه يا ابو سليم انت من الحبيب. انت من الطيبين. الله يحفظك. من الاودم. وانت ادمك مين؟ اه البيت. نعم. وطلي لعند هذا اللي اسمه بلبل وقول له تعال صلف ابو سليم عاوزك ضروري. ليش انا ماني عاوزك؟ معلش كلمه بتقوله على شو؟ عن لساني انا بدك تجيبه. جيبه انت الا ويجا. من طعمين مانجا صلاه والتوت اناناس وراوي يا ابو سليم. خي ابو سليم يا هلا. يعني مثل ما التعليم انت الحقيقه يا ابو سليم لو بتق لي قلبي من هون بيطلع ابو سليم ملبع قلبي. يعني بعرف بحبك. بعرف. خمسين هيك انت بتعرف يعني قصة عمتي واختي اللي طلع. الله يرحمها. شايف شايف الواحد بينام بيقوم بلاقي ما بيعرف حدا ولا شايف حدا ولا شيء بيقول له تعال خذ ابو سليم. صحتين على قلبك. شكرا خي ابو سليم. ما طلع لها اخت وطلع بدها مطالب. ما تعدين سبب هيك؟ طبعا طبعا. وطلع لها اخت يا ابو سليم ونظمني مطالب. بتعرف القصه يعني؟ كلها موجوده عندك يعني. ايوه. خمسين هيك عم تفكر اني ايوه انه تلدع انت تاخذ البيت ايوه وتبدلي المصليه. كيف كيف؟ يعني لدلك انا البيت ايوه وتلدلي انت 3 مليون. انا ممنونك اذا بتردلي البيت ولو يا فهمان. يا حبيبي ليش انا مضيفك بهالبيت؟ ليش انت اكل وشارب عندي هون؟ بكون عم بشكرك. كيف يعني؟ بشكرك. لا ما تسكننا بتلدلي 3 مليون وبتاخد البيت. ما تسكننا انا ما بدي حدا يسكنني. حبيبي ابو طليق عفوا. يعني انا هلا بدي رجع لك 3 مليون؟ ايوه وتاخد. بتعرف لو موجودين معي 3 مليون ما برجع لك منهم 500 ورقه؟ لا تمني 3 مليون يا ابو طليق. ما انا الحقيقه معي كان كمان مليونين رحت حطيتهم واشتريت فيهم سندات خزينه. شو عرفك؟ ولو لا في واحد بهالبلد عامل مليون ليره وما طلع فيهم سندات خزينه. لك يا ابو طليق. لك يا فهمان ولك كتر خيرها هالدوله يلي عملت هاو سندات الخزينه. وين في دوله بالعالم بتقولن للناس جيبوا 60-70 ألف وخدوا 100 ألف. أيوة. جيبوا 60 مليون وخدوا 100 مليون. لو عم تشتغل فيهم بالدهب ما بتطلع على الأرض. والله انت بتاخد ونحن بنعرف بلا تخد. تباب؟ نعم. دهدين انتو؟ خلينا مكنين؟ مكنين. عشان بلش. شوف يا ابو سليم هلا بس يطلف الاستاذ بلبل ما بتكون الا مبسوط. اه العافيه. اهلا 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 اهلا. شو؟ اهلا اهلا بالحبيب الغالي. اهلا استاذ بلبل. تفضل. اهلا. كيف يا ابو سليم؟ انا بعت وراي خير. لا بعت وراك ولا بعت وراي هو حضرته وبعد جابك ساله شو بده. الحقيقه يا استاذ بلبل نعم انا اللي بعت وراك. ايوه. ايه يا استاذ بدر مثل ما حكينا بالموضوع موضوع البيت والستة مليون. ايوه بدكم ترجعوا تاخذوا البيت وتلدوا لي 6 مليون ليره. واذا ما ردينا ال 6 مليون شو بيصير؟ توثيل يا شباب. بلشوا لتو بلشوا يا شباب. اوعى يا فنان هبل. ليه؟ لا تبعكم. لا ما هيدا ما هيدا هيدا فهمان. اوعى تقدم على عمل تندم عليه طول عمرك. عم فهمك ها؟ شوف ابو تليم انت ما انت بدك تدفع 6 مليون انت ويا والا اوعى دير ربا. انت ابو سليم وضع على صوت يطلع منك. انا اللي كنت يطلع منك بعد. شوف فهمان انت وياه. شو يعني هيدي ورقه؟ هي ورقه منضيه خالصه مني وبدي انضاق الكليم انت وياه انه اللي معكم امانه 3 مليون لك 3 مليون له. وقال لي يا بلبل حتاكل قتل وتطلعها. بلبل طمني يا احسن ما تشبهنا يا ابو سليم. فايدة هسا الورا يعني بلشوا يا شباب. بلشوا يا شباب. بس الطريقة ما حدا يقرب عن فهمكم. شو في هون يا فهمان؟ لا حبيبي يا ابو نطفة. يا حبيبي يا حبيبي يا ابو نطفة. شو في؟ بالله يا ابو نطفة انتوا بتحكوا علي مثل ولد صغير واخذوا مني المصليات 6 مليون وعطوني البيت. زينا قلنا لهم يا ابو نطفة خذوا البيت اعطونا 6 مليون. ما كان حدا يرضى اذا بنينا المرأة لحتى نمضيهم اياها. ما كان حدا نمني وخبطوا لي اياها. شو بدي تعمل؟ صلوا صحية درباس اللي عم يقولوا فهمان؟ مظبوط. صحية زغلول؟ صحية مظبوط. درباس؟ نعم. شو الحكي اللي عم تحكي؟ انا ابن عمي وكمان فهمان معلم ولي نعمتك. اذا ولي نعمتك تجي
حلي معها؟ شو بعمل؟ بدي عيش. ايه؟ لا زغزوق، تعال شوف شو عم تعمل. نعم عم نخرع. قرب لهم. نعم علي. شو عم تعمل هون؟ الزغلول قال لي مشي معي، بدنا نعمل لواحد قتلة ولا 50 دولار. ايوه. شو يا معلم؟ اوف، لازم رح اسكل هالقد. بدك تعمل قتلة لواحد بشن 50 دولار؟ لك يا ابو نصرة، ايدك عشان بتمد بكسرها. اسكت، عم فهمك. عم اقول لك ايدك بكسرة. لك يا زغزوق، بتمد ايدي الثانية. ما اسكت، عم فهمك. خلص تحكي. هو حترخص سحرك ثاني مرة. روح اسبقني على القهوة، كنس القهوة واشطفها ومسح الطاولات وانا ليه حكي. يلا شو ايدك ثاني مرة بكسرة. روح، عم فهمك. اوام شو يا خيي، شو بتأمره؟ بنطلب الشرطة؟ طبعا الشرطة. لا 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 ابو نصرة، انا ما دخلنا هيدي الشغلة، شغلة فهمين. ايه. وانا ماني فعلان، انا ابو تعليم خيا. وانا الاستاذ بلبل حبيبي. انا ما بزعله ابدا. لكن انا اصبحت منفردا. انت السبب يا فهمين. انا يا فهمين.